الطلبات الوزارية الهادفة إلى أخذ إجراءات احترازية لحمايتكم وحمايتنا من فيروس كورونا. إذا قررنا أن نستمر في تقديم دروس عن بعد من أجل الاستمرار في الدراسة. وفي هذا الإطار إذا سنقوم اليوم إن شاء الله بتقديم ملف حول كارثة بيئية الاحتباس الحراري الخاص بمستوى الجدول المشترك علو. إذا أنتم كنتم سوف تقومون بتقديم عرض حول هذا الملف، ولكن للأسف نظرا للظروف التي تمر بها البلاد. إذا الكوارث البيئية هي حوادث فتاكة تخل بتوازن المنظومات البيئية. من أبرز هذه الكوارث نجد الاحتباس الحراري. إذا سوف نحاول أن نتعرف على مفهوم الاحتباس الحراري وما أسبابه، ثم انعكاساته على المنظومات البيئية، ثم سوف نرى إن شاء الله الجهود المبذولة للحد منه. المحور الأول مفهوم الاحتباس الحراري وطريقة حدوثه. إذا تعريف الاحتباس الحراري هو كارثة بيئية ناتجة عن تزايد نسبة الغازات في طبقات الغلاف الجوي، خاصة الطبقة السفلى وهي طبقة التروبوسفير. إذا والتي بمعنى هذه الغازات لها قدرة على امتصاص أكبر كمية من الأشعة الشمسية المنعكسة على سطح الأرض. ومن هذه الغازات نجد CO2 ثنائي أكسيد الكربون، وكذلك غاز الميثان CH4، وكذلك أكسيد النيترات N2O. ثم المركبات أو المركبات الكربونية الفلوريا الكلوريا CFC المسؤولة عن ثقب الأوزون. أما فيما يخص طريقة حدوث الاحتباس الحراري، إذا فالأرض تمتص 50% من الأشعة الشمسية، ثم الغلاف الجوي يمتص 20% من هذه الأشعة، و30% المتبقية تتجه نحو الفضاء وتنعكس نحو الفضاء. إذا وبذلك تحافظ الأرض على درجات الدفء الكافية للحياة، لكن الأنشطة البشرية خاصة أو المتعلقة بحرق الوقود أو الغابات أو الكمية الأحيائية، ثم إزالة الغابات والعمليات الصناعية، يعني كل هذه الأنشطة البشرية تؤدي إلى ارتفاع تركزات هذه الغازات القادرة على امتصاص أكبر كمية من الأشعة الشمسية، وهي CO2 كما قلنا CH4 و N2O. إذا قلنا تؤدي إلى ارتفاع تركزات هذه الغازات الدافئة في الجو، مما يؤدي إلى زيادات حبس أكبر كمية من الأشعة الشمسية في طبقات التروبوسفير، وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الأرض، ومنه يحدث الاحتباس الحراري. وتعتبر أمريكا الشمالية وأستراليا والسعودية أكثر المناطق انبعاثا لهذه الغازات، خاصة CO2 بسبب الأنشطة الصناعية. فيما يخص المحور الثاني فقد تناولنا انعكاسات الاحتباس الحراري وبعض الجهود للحد من هذه الظاهرة. إذا انعكاسات الاحتباس الحراري على المنظومة البيئية، هناك اثنين من الانعكاسات. الأول المتعلق بارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض أو ما يسمى بالاحترار، والتي من المتوقع أن تزيد عن 2.5 درجة سيليسيوس إلى حدود عام 2100، وما يشكل خطرا على الكرة الأرضية. ثم الانعكاس الثاني هو زيادة حدة التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية مثل الجفاف، فيضانات والإعصار إلى غير ذلك من أنواع الكوارث، وهو الأمر الذي ينتج عنه خسائر مادية وبشرية كبيرة، وكذا نقص الإنتاج الفلاحي الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى ظهور وحدوث مجاعات. أما فيما يخص الجهود التي اتخذتها بعض الدول للحد من هذه الظاهرة، نجد أنه في سنة 1997 عقد في مدينة كيوتو اليابانية مؤتمر حول هذه التغيرات التي أصبح العالم يشهدها، وهي التغيرات
المراقية انتهى بتوقيع اتفاقيات دولية كلها تهدف التنص على التخفيف من نسبة الغازات المسؤولة عن الاحتباس الحراري وهي CO2 كما قلنا وغاز الميثان CH4 و N2O. غير أن بعض الدول وفي طليعتها نجد الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا ومصر رفضوا المصادقة على هذه الاتفاقيات، لكن قررت دول أخرى الرفع من نسبة انبعاث الغازات. أما دول العالم الثالث وقعت على هذه الاتفاقيات دون أي التزامات، وتبقى دول أوروبا خاصة أوروبا الغربية كندا واليابان هي الدول المحترمة لبنود الاتفاقيات الهادفة إلى تخفيف هذه الغازات المسؤولة عن الاحتباس الحراري. وختاما، يعتبر الاحتباس الحراري أحد الأخطار التي تهدد الحياة على الكرة الأرضية، مما يتطلب اتخاذ تدابير قانونية وإجرائية للحفاظ على ما تبقى من هذه المنظومة البيئية. وحتى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله.